أحد الأوجه البغيضة لهذا الاحتلال. تعال نشوف وجه بغيض لهذا الاحتلال من ألف ألف وجه. صحفي فلسطيني. إيه في الموضوع؟ بقاله تقريبا 9 سنوات بيتعالج في القاهرة بعد ما أصيب برصاص محرم دوليا اتضرب عليه من الاحتلال. 9 عمليات جراحية دقيقة وتقرر بتر قدمه. الكاتب والصحفي الفلسطيني الأستاذ عز أبو شنب هو هذا الرجل الذي دفع ثمن أنه فلسطيني ودفع ثمن أنه صحفي. أستاذ عز أهلا بيك. أهلا بيك وأهلا بالسادة الضيوف الكرام والمشاهدين الكرام وكل التحية والتقدير إلى الشعب المصري العظيم. ده كل التحية والتقدير، قلوبنا دماءنا عقولنا أرواحنا معاكم في كل خطوة في كل خطوة. كل المحبة لكم وكل التقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي رفض المساومة على القضية الفلسطينية وإبقاء الهوية الفلسطينية بارزة في المحافل الدولية. حول موضوع التهجير كفلسطينيين، إحنا لن نكرر غلطة أبائنا وأجدادنا التي حصلت سنة 48، فنحن لن نهاجر ولن نترك أرضنا ومتمسكون بكل شبر في فلسطين. سنموت واقفين ولن نركع ولن نهاجر، فدباباتهم ستأكل لحمنا لتختلط بهذه الأرض الطيبة ولن نرحل، وستبقى سيناء أرض مصرية ولن نهاجر، سنحافظ على سيناء كما نحافظ على أرضنا. فأمن مصر من أمن فلسطين وأمن فلسطين من أمن مصر، وكل شبر في فلسطين هو مصري ولن يمر مشروع الاحتلال التهجيري وستبقى فلسطين للفلسطينيين. سيد عز، أنا عايز أعرف الحكاية من أولها قبل 9 سنوات. أصبت للصحف وأثناء تغطيتي الإعلامية لمصر. الو استاذ عز. طيب ألو. الخط مش واضح. انا معاك بس الخط مش واضح. طب انا هعود معايا استاذ عز، سامعني كويس؟ صحيح. طيب اتفضل قولي. طبعا حيث قام الاحتلال الاسرائيلي باستهدافي بشكل مباشر كاسرا كل المواثيق والقوانين الدوليه التي تنص على حمايه، حيث قام باستهدافي برصاص متفجر محرم دوليا كما أول مرة أشبه بقنبلة مصغرة، حيث تم استهدافي في مفصل الكاحل أدى لتفجير المفصل بالكامل، حيث كان يريد الاحتلال استهدافنا بشكل مباشر كصحفيين لإسكات صوت الحقيقة. فرسالتنا كانت واضحة، هو فضح جرائم الاحتلال الذي يرتكبها ضد المتظاهرين السلميين خلال مسيرات العودة في طبعا خلال ما قبل 5 سنوات. طبعا حيث كان يستهدف المدنيين العزل بهذا الرصاص المتفجر والمحرم دوليا في مناطق معينة من الجسم، إما في الأجزاء طبعا العلوية، وذلك يؤدي إلى الاستشهاد فورا مثلما تم استهداف الصحفي الشهيد ياسر مرتجى والشهيد أحمد أبو حسين، وإما في مفاصل الجسم السفلية، وذلك يؤدي إلى إعاقة أبدية حيث أصبح جيل كامل معاق حركيا. طبعا تم استهدافنا احنا كصحفيين خلال في 6/4/2018 كان يستهدف بشكل مباشر الصحفيين، رغم اننا يعني معروفين لديها اننا صحفيين، كنا يعني لابسين الدروع التي تبرز اشاره تبرز والخوذه كذلك التي تظهر إشارة إبرس، ومع ذلك استهدفنا، كسر كل المواثيق والقوانين الدولية التي تنص على حمايتنا واستهدفنا بشكل مباشر. فهو استهداف مباشر عمدي. عمدا طبعا.
أدى لاستشهاد عدد من الصحفيين منهم الشهيد ياسر مرتجى والشهيد أحمد أبو حسين، وينضم إلى عشرات الصحفيين من فلسطين ومن كل بقاع أو كل البقاع العربية ومن العالم أيضا. هناك من استشهد وقتل عمدا بالرصاص الفلسطيني، إما رصاصا أو دهسا للأسف الشديد. طبعا. أنا بشكرك جدا. قولي كمل. وعدد من الشهداء، طبعا عدد ما يقارب 10 شهداء استشهدوا خلال هذه الحرب الإرهابية على غزة، ومنهم قبل ساعة تم استهداف زميل صحفي وتم استشهاده في غزة لسه قبل ساعة من دلوقتي. قبل ساعة، مما يرفع عدد الشهداء حاليا لأكثر من 5100 شهيد، منهم 2060 طفل و 1120 سيدة، وإصابة أكثر من 15300 مواطن وأغلبهم من المدنيين. أشكرك سيد عز أبو شنب الصحفي الفلسطيني الذي تم استهدافه قبل 9 سنوات.